السلوى. السلوى طائر أكبر حجماً من العصفور، وهو من ناحية الشكل إلى فراخ الدجاج أقرب. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: السلوى هي طائر السمانة، وقد أجمع المفسرون على أن السلوى طائر، وأكثرهم على أن الطائر الذي أنزله الله على بني إسرائيل هو السمانة بعينه، وقال بعضهم هو شبيهه، وتعرف الناس اليوم على تسميته السمان. لحوم الطير كلها أسرع انهضاما من لحوم الماشية وأنفع وألذ، ولحم السمان أفضلها وألذها وأنفعها. ولذلك عاتب الله سبحانه وتعالى قوم موسى عليه السلام عندما طالبوا نبيهم عليه السلام أن يدعو الله أن يخرج لهم من نبات الأرض، فوصفهم علام الغيوب بأنهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وجاء القرآن الكريم مؤكدا أن السلوى من الطيبات، يقول جل ذكره: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد أثبت الطب أن البروتينات من أصل حيواني أكثر فائدة من البروتينات التي هي من أصل نباتي، وأسهل هضما، حيث يحتوي البروتين الحيواني على مستخلصات عضوية تنشط الجهاز الهضمي ليتمكن من امتصاص نسبة عالية من البروتينات تزيد عن النسبة التي يمتصها الجسم من البروتين النباتي. وأفضل اللحوم لحوم الطير، وأفضلها السمان. ولما تمتاز به لحوم الطيور عن غيرها من اللحوم، سواء من ناحية الطعم أو القيمة الغذائية العالية، لقد جعلها الله سبحانه وتعالى من طعام أهل الجنة، فهم يأكلون لحم طير مما تشتهيه أنفسهم. وإن كان كل ما في الجنة مختلف عما نعرفه في الدنيا، ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سؤال هذه الحلقة جاء في محكم التنزيل، أن الله سبحانه وتعالى واعد قوم موسى عند جانب الطور ورزقهم المن والسلوى. اذكر رقم الآية واسم السورة.